من أسبوع لأسبوع حرصنا أن احنا نقدم شخصية مميزة وبارزة في نجاحها. هالمرة اخترنا لكم شخصية نجحت بفنها وعطائها واستطاعت بصبرها وثقتها بنفسها أنها توصل للعالمية. شخصية مميزة بفنها وطرحها وأسلوبها. منو؟ إيما. علقيني على أول الحلم، على أول الحلم، واستيقظي فيا دانا، استيقظي فيا دانا، دانا. متعب من غيابي، متعب من غيابي، قصيدتي البالو، قصيدتي البالو، اسقطوا عني بلادي كما اسقطتني. شخصيتنا للأسبوع شخصية متميزة، استطاعت من خلال مشوارها وفنها أن تثبت نجاحها وتصل إلى العالمية. في البداية وايد ناس عرضوها وقالوا إن الفن اللي تقدمه غريب شوية وما راح ينتشر، لكن بتوقيع إيما أثبتت أن فنها وصل للعالمية. يا مرحبا فيك إيما. يا مليون هلا بحصة، أحلى حصة حبيبتي. تذكرين لقائنا أنا وياك قبل ثمان سنين؟ سبع سنين 2008 تقريبا. 2008 تذكرين؟ كبرت أنا وايد. أبي أنت كان شعرك قصير وأنا شعري طويل. إيه صح، صار أنا شعري قصير وأنت شعرك طويل. نتكلم عن الفن أول شيء. أكيد إيما لقيتي انتقادات كفن غريب، كسرتي المألوف، قدمتي شيء مختلف عن أي أحد. صح. انتقادات يمكن نقول كانت لادعة. صح. لأنك ما شاء الله عقبها ثمان سنين أثبتي إن لا، أنا مصرة إن هذا الفن يكمل وينجح. صح. هالقوة من وين جايت لك إيما؟ من الطبيعة. من الحياة، من الخبرة المتواضعة الصغيرة بالحياة، من يعني واثقة من فنك؟ أكيد. هو يبي لك، شوفي كل فن يعني إذا تروج له راح ينجح، وإذا تم الدعم له عشان تسقيله وتهذيبه، ويعني حتى يتكلف هالشغلات، تسجيل وتدريب وتوزيع هذه يعني يتكلف، يحتاج له دعم، يحتاج له دعم فعلا، دعم تقني، لان هذا معتمد على التقنيات. هذا كله اجهزه، مواد لازم نشتريها، لازم نصنعها، لازم نروح الاستوديو نسجل ونعيد التسجيل. هذا اذكر ان انت قلتي لما قلت لقيتي دعم، قلت اي اللي دعمونا بالسياره. للحين داعميننا بالسياره، يروحون يردون يروحون. امانه انت قاعده تدعمين نفسك بنفسك. اي بس مو بالسياره. مو بالسياره، لا، انت قاعده تدعمين نفسك معنويا وماديا. صح. وما شاء الله. صح فعلا. ثقة بالنفس. فعلا صح. اي يعني انت لو مو واثقة من فنك كان ما ظليتي بهالاستمرار وهالقوة. علقيني على اول الحلم، على اول الحلم، واستيقظي فيا انا، واستيقظي فيا انا، هذا انا، هذا انا. متعب من غيابي، متعب من غيابي، قصيدتي البالو، قصيدتي البالو، اسقطوا عني بلادي كما اسقطتني، اسقطوا عني بلادي كما اسقطتني، اسقطوا عني بلادي كما اسقطتني، اسقطوا عني بلادي كما اسقطتني. إيما يمكن من الملاحظ انك حصلتي ما شاء الله على جوائز كثيرة برا، ومؤخراً في كاليفورنيا حصلتي على جائزة أفضل فيديو كليب تقريباً. أفضل فيديو كليب، أفضل مغنية، أفضل مخرجة، أفضل الإنتاج. كم جائزة؟ وهم الحين وصلوا 17 جائزة. ما شاء الله تبارك الرحمن. كل من كاليفورنيا.
لا كاليفورنيا واشنطن اوهايو ونيويورك وبريطانيا الحين لازم بعد استلمها. قالوا لي تعالي خذيها منا في المهرجان اشوف اذا لقيت وقت اروح استلمها. اكيد تروحين وباكر تروحين تحجزين تاخذينها يعني. حجولي يا جماعه حجولها على حساب حصه. لا عيال هون قاعدين بننام بننام. لما نتكلم عن هذه الجوائز امانه ليش هناك لقيتي هذا الدعم وهذا الجوائز وهذا التقدير؟ اكثر من 17 جائزه من مختلف دول اجنبيه. صح. وهني ما شفنا إمام. انا اقول لك انا اعرف السر. المشكله ان هني معتمد كله على العلاقات على ايش كثر انا اعرف ايش كثر علاقتي فيك قويه انا يعني ابرزك اعلاميا او بالفن او انتج لك أو أو, او او يعني اكرمك. حتى التكريم صار على قد علاقتي فيك مصالح يعني. اذكر تكلمت عن هذا مع فوزيه المرحومه الاعلاميه فوزيه على الام بي سي. قلت لها الفساد مشكله الفساد بالفن مو الفساد ان انا اعبر وارقص وامثل واغني. لا لا الفساد اللي هي التحيز للشخص ضد اخر انتاج عمل موسيقي نقدر نقول ان بس خل اقول لك برا يعتمدون اساسا على انت ايش كثر تنتج ايش كثر عملك في فكر في كونسبت. نتكلم إما عن شوية الفيديو كليبات وستايلتش شوية خارجة عن المألوف. صح. فيها شوية ستايل مختلف فيها جرأة بالطرح. صح. منو قال أول شيء مسؤول عن الستايلات؟ إيما أنا أنت إي بس حتى بالكليبات يمشي اختيارة وعلقيني كان أنا اللي ماخذ الستايل مالي بس الأزياء الأساسية كان من فهد بوتيك وشيرين. حصلت على جوائز صح؟ اي افضل مغنيه وافضل كاتب اللي هم حمد النبهان. اي اوكي فحصلت على جائزه جائزتين. اي ومشيني على الختيار 15 جائزه. مشيني على الختيار اسمها غريب. غريب صح. انا كنت قاعده اخرج فيديو كليبين حق فرقتين امريكيتين في فلوريدا. فاحنا نسجل بالاستوديو ونصور طبعا شاركوا الكليبين في مهرجان جاكسون فيستيفال في فلوريدا. فانا ما سكرت الكاميرا فهم قاعدوا يرتجلون ما ادري ايش قاعد يعزفون موسيقى فانا دخلت معاهم مشيني على الختياره مشيني على الختياره يا ختياره يا ابني يا ختياره يا ابن ما شنو قمت ارتجل. عجبني الموضوع. كان يسالوني الامريكان يقولوا لي ايما شنو يعني مشيني على الختياره؟ قلت لهم I think walk me on the old lady. كان يقولون لي يعني شنو؟ قلت لهم والله ما أدري. كان يضحكون قالوا بس إيمة حلوة. رحنا عند مهندس صوت أنتج لي الأغنية وسجلنا صوت الفريق المغنيين الموسيقيين الأمريكان اللي هما فرقة راكيل وفرقة بين نسيتهم So Intense. فخذيت الشباب مايكل والمغنيين الموسيقيين وسجلت صوتهم. رجعت الكويت عند علاء عبد الحميد سدي عبد الرويشد قال لي هذا التسجيل كله غلط. فرحنا عدنا التسجيل مره ثانيه مع فرقتي نفس المجموعه بس فرقه ثانيه. فرقتي انا انثروبولوجي. اي سجلنا تمام. كان حسن كرم مال شياب هو سجل الساكسفون والكيبورد وحمود الحمود. بعدين قلت ها يقول ايما حلو الاغنيه ليش ما ستايل جديد ليش ما تصورينها؟ فهني سويت ستايل هم يعني طلعتي على المألوف. نرجع حق الستايل واللبس والازياء والباروكه الملونه. صح. والجرأه بهالاشياء. صح. منو مسؤول عنها؟ هذه انا سوالفي لانه مسرح لو مسرح تلاحظين استعراضيه. اي لو تلاحظين ستايل مسرح يعني حتى الميك اب الاوفر هذا الكلاون المهرج والحركات هذه عرفتي هاي ستايل مسرح والناط والنطات. انت دائما تحبين شويه الاستعراض. انا ممثله مسرح فطبيعي بطلع بالفيديو كليب بشكل استعراض اوفر عرفتي كل مواهبك. شويخ من ارض مكناس وسط الاسواق يغني ايش علي انا من
الناس وشال الناس مني، شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني، إش علي أنا من الناس وشال الناس مني، إش علي يا صاحب من جميع الخلايق، افعل الخير تنجو اتبال الحقايق، إش علي يا صاحب من جميع الخلايق، افعل الخير تنجو وتباهل الحقايق، لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق، لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق، خذ كلامي في قرطاس تباع حرز عني، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني. بس أنا حبيت فيك شيء وايد حلو، انك اهم تعطين فرصه حق الشباب اكيد وتعلمين. اكيد لازم اعلمهم تعطين يعني دورات تدريبيه في الجيتار والبيانو والمسوات، وفي وايد اطفال اعطيتيهم. صح، كنت اعطيهم دروس، تفاجات بعد فتره انهم طالعين على الوطن وعلى الراي وعلى التلفزيونات. وانت كنتي معلمتهم؟ انا قاعد اقول ما تفكرين تسوين لك يعني مثل مدرسه صغيره؟ فكرت انك تدعم فنك اللي انت تقدمينه اللي هو شويه مايل للغربي. صح، فكرت، بس انا عشان يعني افتح بزنس نفس هذا يبي له اركز عليه واهد الشغل تلحين وما تلحين، او ان انا القى يعني ممول او تاجر يسوي المشروع هذا. الخطه موجوده سهله يعني، مو صعبه. بس نبي نعرف شنو جديدك بعد ال بعد ال شو اسمه؟ جديدة الحين، أشياء جديدة؟ بعد الجوائز إن شاء الله تروحين تاخذين جائزة ضروري. لازم. إيه. بس على حسابك. جديد. سبونسر بنات بس. الجديد عندي أغنية جديدة اسمها جرس، كلمات محمد النبهان. نوتها موزع بريطاني في بريطانيا اسمه بن. موزع عن طريق دكتور ريتشموند هني بالكويت. بحاول يعني ناطره توزيعه، قاعدين نشتغل فيه ان شاء الله. وعندي يعني عقدين، عقد استرالي ما وقعته للحين، في شويه قاعد نشوفه، وفي عقد امريكي من سياتل مال اندي فليكس اللي هم يعرضون في قناتهم 5000 فيلم، فخذوا كليب يعلقيني، وقاعد نوقع العقد، والعقد قدامي هني يا حصه. يعني العقد هني من هالاوراق الحصة يعني. وقعتي ولا ما وقعتي؟ انت ايش رايك؟ يعني ما عندك سالفة اذا ما وقعتي بصراحة. اوقع ولا يعني ما اوقع؟ توقعين وتبصمين بعد؟ متأكدة؟ متأكدة، واحنا ندعمك بعد. نوقع؟ وقعي، وهذا اكسكلوز يعني، هذا حصري عندنا في بنات وبس. اي هذا حصري. راح يروح هذا امريكا الحين؟ اي على طول. راح يروح امريكا؟ اي يطير على طول. زين ما تبي تحطين صورتي يمه؟ احط صورتك؟ لحظة خلنا نكتب. بي مع حبي وتقديري حصل لوجين. اوقع خلاص، توكلي على الله. ثانك يو. بس عاد اذا نجح وايد 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 تذكريني عاد، ما راح انساك. مع السلامه، ما ادري عنكم. ما راح تصورين معاي؟ ما راح اسوي، ما ادري عنك. حتى يكون مره. فان سررتم معنا نامل ان سنلتقي في حلقة جديدة وقصة مفيدة، في حلقة جديدة وقصة مفيدة، يزورها الحلو النقي في قصص الشعوب، في قصص الشعوب، طرائف لا تنتهي، وعالم حلو بهي يسكن في القلوب، في قصص الشعوب. بس بقول لكم إلى اللقاء. وايد قديمة صح؟ بس هذا اللي بقوله. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وبرنامجنا بنات وبس. تابعونا عبر شاشة التلفزيون الوطني يوم الأحد الساعة 9 باشتياق وبأجمل الفقرات. مسيكم بالخير، بس شوفوا السلفي.